قد يكون أهم عامل للوقاية من المضاعفات الناجمة عن الإصابة بأمراض القلب هو الوعي بكيفية الإصابة بهذه الأمراض وأعراضها مبكراً لطلب العلاج، حيث أن أمراض القلب والشرايين تعد القاتل الصامت والسبب الرئيسي للوفيات حول العالم. اليوم سنتحدث في لقائنا هذا عن كيفية التمييز ما بين آلام الصدر العادية والآلام التي تشير إلى أمراض القلب، كيف نميز أعراض هذه الأمراض، مع ضيفي الدكتور إسلام أبو سيدو استشاري أمراض القلب والشرايين وعضو وزميل الجمعية الأمريكية لأمراض القلب. حياك الله معنا دكتور. الله يحييك، أهلا وسهلا أستاذ. دكتور، بداية عندما نقول أمراض القلب فكثير من الأعراض والآلام التي تأتينا بشكل مفاجئ وفعلا يصيب الكثير من الناس وينتابهم الخوف في أن هذه الأعراض هل تشير إلى أمراض القلب، فدعنا نعرج عليها دكتور. راجدا، سؤالك شائع ومهم جدا للتوعية بهذه القضية. هناك آلام نمطية وآلام غير نمطية تصيب أمراض القلب. الآلام النمطية المتعارف عليها آلام ضاغطة على الصدر مصحوبة بتعرق، ضيق تنفس شديد مصاحب لهذه الآلام الضاغطة على الصدر، الألم مزعج بشكل كبير يؤدي هذا سببه تضيقات في الشرايين أو حدوث جلطات قلبية حادة. مباغتة تأتي الآلام دكتور؟ قد تكون مباغتة جدا. إلى أي مرحلة الألم؟ الألم قد يكون شديد، قد يكون شديد لدرجة أن المريض يتوهم أنه سيفارق الحياة من شدة الألم، وقد يكون الألم ضاغط بحيث يكون مزعج لكن لا يؤدي إلى الشعور بأني أنا اقتربت ساعتي لا سمح الله. الألام النمطية 6 آيات اللي هو الألم الضاغط على الصدر يمتد إلى الذراع اليسرى، يمتد إلى الذراعين، يمتد إلى الكتفين، يمتد إلى الظهر، يمتد إلى العنق والفك الأسفل. هذه آلام شائعة ونمطية معروفة لدى الكثير من الناس أن هذا علامة خطرة أو إنذار خطر أنه يوجد مشكلة كبرى، عليه المريض التوجه إلى أقرب مستشفى أو أقرب عيادة. الأفضل أقرب مستشفى، هناك الفرصة في العلاجات أفضل من أي عيادة أو مركز طبي. كانت تعتبر حالة طارئة جدا حقيقة، لأنه لا يفصل عن الوفاة في بعض الحالات إلا دقائق معدودة. نعم، لا يجب التنبيه على هذه القضية. الألام النمطية آلام نمطية وقد تكون مصاحبة. كيف شكل الألم دكتور يكون؟ يعني المريض بيقول لك في بلاطة على صدري، في فيل جالس على صدري. بالنص أغلب المرضى بيحكوا لنا أنه والله في بلاطة على صدري. تمام، هذا ما في مجال للانتظار، مباشرة على أقرب مستشفى. هذا دليل حدوث تضيق شديد في الشرايين أو انسداد كلي في واحد من الشرايين التاجية اللي بتغذي عضلة القلب، والذي يؤدي لا قدر الله إلى الوفاة أو اضطرابات كهربائية في القلب. دكتور، إلى الذراعين؟ إلى الذراعين. وبالغالب الذراعين اللي هما في مقدمة الذراعين. مقدمة الذراعين بيقول لك أنا شدوا إيدي، شدين إيدي، شدين كتافي، كتافي مسكيني، في حدا مربطني أو مكتفني. الوصف العام أني أنا مربط، الألم شديد بحيث أنه ضاغط علي أو يجثو على صدري، هكذا الوصف الشائع أو الطبيعي اللي يشكي منه المريض. نعم. هذه الألام نسميها ألام نمطية. اسمح لي دكتور، في هاي الحالة نسمع أنه الناس بالجولة أخذ حبة أسبرين لحين وصولهم إلى قسم بدون الطوارئ. تردد. بدون تردد الأسبرين بهذه الحالة مفيد جدا. تمام، حتى إحنا أطباء القلب بنعلم الطلاب انه اللي بقرش الاسبرين وببلعها يمكن احسن واحسن لسهوله امتصاصها. تمام، في الدوره الدمويه، وهذه مفيده جدا. فلا ينتظر اطلاقا لحين الوصول للمستشفى، اذا موجود عنده حبه اسبرين ياخذها بدون تردد ويتوجه الى اقرب مستشفى. هذا الالام النمطيه. الان احنا المشكله الكبرى في الالام الغير نمطيه. المشكله الكبرى ليش؟ لانه احنا بنواجه امراض زي امراض السكري وأمراض كبار السن والسيدات اللي بسبب الهرمونات. نعم. غالبا المشاكل في الشرايين التاجية أو الذبحات الصدرية أو آلام الجلطات بتكون غير نمطية عند السيدات، عند كبار السن، عند مرضى السكري للأسف الشديد. شو اللي بنقصده بكلمة غير لما نقول غير نمطي؟ ما بيجي بقول أنا في بلاطة على صدري أو آلام ضاغطة على صدري. المريض بيقول لك أنا بمشي وبلهت، بمشي خطوتين وبلهت أو بتعب. هو بقول لك أنا يمكن بلهت وبتعب لأنه وزني زائد أو لأنه زمان مش لاعب رياضة، لكن يجب الحذر من هذا، لأنه هل اللهثة هذه قديمة وساءت
أم هي جديدة؟ إذا كانت جديدة أنا مش متعود أني ألهث أو أتعب على أقل مجهود. مريض بيحكي أني أنا طلعت درج، تمام، مجرد أني عم بطلع الدرج مش عم بكمل الطابق الأول أو ما عم بكمل كم من خطوة على الدرج، بحس بتعرق وضيق نفس، عم بلهث على غير المعتاد. هذه بسموها آلام غير نمطية، تعرق، لهاث، تمام، تعب عام. أنا عم بتعب بكل جسمي، عم بتعب قاعد، ما كنت أنا أتعب على الرايح والجاي، على أقل مجهود عم بتعب، كل جسمي متهالك، متعب، منهك. لازم يكون مجهود بدني دكتور، ممكن عند حدوث مجهود نفسي يتعرض لهي الأعراض؟ بالنسبة لقضية المجهود النفسي، المجهود النفسي للأسف الشديد يؤثر سلبا، حتى أنه قد يؤدي إلى جلطات قلبية حادة. ولذلك وجب التنويه أن المجهود النفسي هو عامل خطير في الجيل اللي احنا منعاصره، في جيل الشباب. المجهود النفسي قد يؤدي للأسف إلى حدوث جلطات قلبية حادة، وقد يؤدي إلى ذبحات صدرية، وهذا لا يستهان فيه، وهذا شائع جدا في الفترة الأخيرة. كيف يتم التمييز دكتور ما بين أن المجهود البدني وأن مجهود نفسي اللي أثروا وأوجدوا هاي المشكلة؟ ممكن يتم تمييزها من قبلكم أنتم كأطباء؟ المجهود النفسي غير المجهود البدني على الإطلاق، قضية مختلفة تماما. الجلطات لا تتسبب بها المجهودات البدنية إلا إذا كانت عند بعض العوامل التي أدت إلى الجلطات أو توقف القلب عند الرياضيين. المشاكل اللي بتحصل عند الرياضيين قضية أخرى، تكاد تكون قضايا وراثية، قضايا كهربائية، قضايا خلقية أدت إلى حدوث الوفاة عند المجهود البدني عند الرياضيين، وهذا الموضوع شائع وله شؤون وشجون كثيرة. لكن هدول الرياضيين ما أخذوا حقهم بالإطمئنان عليهم قبل ما يلعبوا رياضة ويعملوا مجهود بدني، والمجهود البدني أدى إلى الوفاة المفاجئة، لكن هذا لم يؤدي إلى جلطات قلبية. المشكلة عند الرياضيين تعاطي المنشطات اللي قد يؤدي إلى حدوث جلطات قلبية وفرط في النشاط العصبي أو الحسي، أدى إلى أنه يتسبب في وفاة قلبية مفاجئة عند الرياضيين. لكن هي المنشطات والعقاقير المنشطة التي تؤثر سلبا على الرياضيين. فالمجهود البدني بالمجمل العلمي لا يؤدي إلى جلطات قلبية إلا لمن لديه داعي طبي، عنده مشكلة أصلا وعمل مجهود بدني خارج المألوف أدى إلى إصابة القلب أو نوبة قلبية أو تضيق في الشرايين أو ذبحة صدرية. هذا دكتور فيما يتعلق بالنوبات القلبية والذبحات الصدرية. نتطرق أيضا للألام غير النمطية، ما هي أسبابها بالنسبة لأمراض القلب؟ الألام الغير نمطية بالمجمل سببها الرئيسي موضوع هرموني بحت، بالذات عند السيدات، أنه عندهم اعتلالات في نسبة الهرمونات في الجسم، وهذه الاعتلالات قد تؤدي إلى عدم الإحساس الطبيعي المألوف بالآلام الصدرية. فلذلك السيدة بالغالب ما بتشكي من ألم صدري نمطي، بلاطة على صدري أو ضغط، بسبب اعتلال الهرمونات. بشكي بتعب، بدوخ، ظهري في نخزات، في الآلام كلياتها غير نمطية غير معتادة بسبب اعتلال الهرموني عند السيدات. وكذلك عند مرضى السكري، مرضى السكري المتقدم لديهم اعتلال في نهايات الأعصاب، واعتلال نهايات الأعصاب يؤدي إلى عدم الإحساس بشكل واضح بالألم. فلذلك مرضى السكري عندهم تقرحات في جسمهم، عندهم جلطات قلبية، وللأسف الآلام غير نمطية على الإطلاق. ما عندي ألم في صدري يا دكتور، أنا فقط بلهت، أنا تعبان، أنا منهك، وهذه هي الشكوى العامة عند مرضى السكري. وقد يعزوها إلى إصابته بالسكري، بالسكري أو إصابته أنا كل المشاكل اللي عندي سكري وليست بسبب أنه أنا عندي مشاكل في الشرايين. نعمل تخطيط للقلب، نعمل فحوصات إنزيمات القلب، نعمل صورة قلب، نتفاجأ بالكثير، وبالذات لما نأخذهم على القسطرة أو استكشاف الشرايين نتفاجأ بأثر السكر على شرايين القلب وتضيقات وترسبات وتكلسات في شرايين القلب. بما أنك تحدثت الدكتور عن الاعتلالات الهرمونية ودورها في نشوء أمراض القلب عند النساء، دراسة حديثة توصل إليها العلماء تقول بأنه النساء بعد انقطاع الطمث هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بسبب انخفاض مستويات الأستروجين. فهل يمكن تناول مكملات الأستروجين عوضاً عن المفقود للوقاية من الإصابة بأمراض القلب؟ يعني أنا هذا الموضوع الحديث عنه يطول آيات. لماذا يطول؟
لأنه هو عملياً ونظرياً أخذ الأستروجينات هو وقاية للسيدات بعد عمر أو فترة انقطاع الطمث. نعم. المشكلة الكبرى أنه لهذا ثمن باهظ. للأسف الشديد الإفراط في تناول الأستروجينات للأسف يؤدي إلى الإصابة ببعض السرطانات للأسف الشديد. يعني أنا ممكن أقي نفسي من أمراض القلب لكن قد أكون معرض للأسف للإصابة ببعض السرطانات، تحديداً يمكن الثدي والرحم الثدي. نعم سرطان الثدي. نعم. ولذلك هناك اختلاف شديد أو بسموها ديبيت، هل أنه لو أخذنا وقينا القلب كافي؟ للأسف ممكن يكون على حساب قضايا أخرى، ولازم الست اللي بتنعطى النصيحة تنعطى النصيحة على أكمل وجه. وإنت شو نصيحتك كطبيب؟ والله أنا بحكي الإنسان أهم شيء نمط حياة سليم، وقاية من أمراض العصر الدخان والمسببات النفسية والاعتلالات النفسية التي قد تؤدي للأسف للإصابة بالنوبات، الوقاية من أكل السكريات والنشويات للتقليل من إصابة بخطر السكري، هذول كلهم مكملات للوقاية، رياضة، أكل، نظام غذائي، وقاية من أمراض مزمنة، كلها تساهم بشكل أفضل وفاعل من أخذ هرمونات وعقاقير معينة قد تؤدي مآلها إلى قضايا أخرى واعتلالات أخرى. بالنسبة دكتور لالتهاب عضلة القلب، كيف تكون هنا الأعراض؟ بالنسبة لالتهاب غشاء التامور أو التهاب غشاء القلب، الألم نمطي بحت. المريض عندما يشعر بالألم في وضعيات معينة بتخفف هذا الألم، فمنسميه positional، هو له وضعية معينة. عندما يقترب القلب من الغشاء تبعه من خلال أني أنا بتمدد أشعر بالألم بشدة، بعدت القلب عن غشاء القلب بلشت أشعر بتحسن. أغلب المرضى بقول لك when I lean forward، لما أتقدم إلى الأمام أخلي وضعية جسمي بوضعية متقدمة أشعر براحة مطلقة واختفى الألم. أول ما أتمدد للنوم تمام وأستلقي، وضعية الاستلقاء للأسف بتحفز هذا الألم، فهو بسموها positional، يعني يتعلق بوضعية معينة. لذلك بفضل النوم هم مرفوعين مسنودين. كمان التهاب غشاء القلب ست آيات مساهم بشكل عام، كل ما أخذت نفس أشعر بألم شديد. إذن دكتور ممكن الكشف عن أعراض أمراض القلب من خلال الشعور اللي ممكن يصاحب المريض أثناء فترة النوم. نعم. هل يمكن لأمراض القلب أن تهدد المصاب بها خلال نومه؟ نعم للأسف طبعا، يعني إذا كان الإنسان بدأ لديه علامات احتشاء في عضلة القلب قد يعني يتوفاه الله خلال النوم، منطقي جدا، لأنه ماذا يحصل عند حالة انسداد في شرايين القلب؟ تحصل كهرباء متسارعة جدا، إذا لم يتدركها الإنسان ولم ينتقل إلى أقرب مركز طبي أو مستشفى تمام، فتكون النتيجة الحتمية هي الوفاة. دكتور لو تحدثنا عن أمراض القلب نجد بأنه عادة ما ترتبط بالشرايين، عادة ما هنالك علاقة وطيدة ما بين أمراض القلب والضغط، ضغط الدم، أحدهما يؤدي إلى الآخر، من هو الطرف المسبب بشكل مباشر أو غير مباشر؟ هو في الواقع ارتفاع ضغط الدم المزمن قد يؤدي إلى اعتلال في عضلة القلب، يعني على الأرجح أن ضغط الدم هو المسبب الأكبر لاعتلالات عضلة القلب، واعتلالات عضلة القلب قد تكون ضعف أو قد تكون ضغط متماسك، لكن الاعتلال ناتج عن الضغط الزائد على حجرات القلب، مما قد يؤدي إلى سماكة في جدار القلب وقد يؤدي إلى أعراض أغلبها بيكون ضيق في النفس، تعب مع المجهود أيضا. نعم. للأسف الشديد، لكن غالبا ما يصاحبها ارتفاع شديد في ضغط الدم كضغط، أمراض ضغط أغلب الناس المتعارف عليه، لكن هو يغفل عنه الكثيرون أنه قاتل صامت، لكن المتعارف عليه عند أغلبية الناس الصداع، الضجيج في الدماغ، غباش العينين، عدم اتضاح الرؤية، الوشيش في الدان أو الطنين في الدان، أنا شاعر حالي متعب، أنا شاعر حالي منهك، بقيس ضغطي بيكون مرتفع. نعم. هذه الأعراض الشائعة عند الناس، ومن أعراض الضغط المرتفع جدا أيام بقول للمريض أنا عندي فولنس، أنا شاعر أنه صدري يكاد يتفجر، يعني أنا مضغوط على صدري، برضو بيكون مصاحب له ارتفاع شديد في ضغط الدم.
وكم هي العلاقة وطيدة دكتور ما بين ارتفاع ضغط الدم وما بين أمراض القلب؟ والسؤال الذي ينتظره كثير من المشاهدين هو أنه أنا متى أعرف بأني مصاب بمرض في القلب أو مصاب بمرض ضغط الدم؟ بالنسبة لضغط الدم تشخيصه أسهل مما تتخيلين. قياس الضغط سواء في المنزل أو عند الطبيب بيعطي مؤشرات أنه المريض عنده ضغط الدم. فإذا أنا عندي أعراض مصاحبة للضغط وقيس ضغطي بيكون ضغطي عالي، معناها أنا مريض ضغط ويجب أن أتحرك باتجاه استشارة طبية. هو في العلم لازم القياس لأكثر من مرة، وبالذات في الجلسة الواحدة من الحكمة قراءة الضغط 3 مرات. تمام، لأنه بالعادة القراءة الأولى غير مستحبة عند جميع الأطباء والمراكز الطبية، نحاول نأخذ متوسط القراءة الثانية والثالثة بإجماع علماء الضغط وعلماء القلب في العالم كله. طيب إذا تكرر ارتفاع ضغط الدم على فترات هنا نقول بأنه مصاب حتماً؟ يوجد ضغط. الآن في عندنا دلائل مرة لا, لا لا في عندنا دلائل حقيقية أنه المريض مصاب بضغط الدم. الدلائل الحقيقية نفحص زلال البول اللي هو البروتينات الخفية في البول، نجدها مرتفعة بتكون مصاحبة للضغط، هذا ضغط. تمام، نفحص القلب بنلاقي في سماكة في جدار القلب مع وجود ارتفاع ضغط، فمنقول هذا مريض ضغط. الآن مريض ما عنده أي اعتلالات، فقط أنا بادي ضغطي يرتفع، الآن بدي أغير نمط حياتي باتجاه أني أعطي حالي فرصة أنه هل حيتحسن ضغطي أم أنا حأكون مريض ضغط مزمن وأحتاج إلى دواء مزمن، هذا يطول الشرح عنه. أمراض القلب دكتور تحدثت عن أعراضها، لكن متى ألجأ إلى الطبيب إذا كانت آلام غير نمطية؟ أنا قناعتي استشارة الطبيب مجدية على كل الأحوال. للأسف الشديد الأعمار الصغيرة المصابة باعتلالات القلب وصمامات القلب وشرايين القلب الأعداد ترتفع يوما عن يوم أو تزداد بشكل مضطرد بسبب نمط الحياة غير الصحي. هذا مسبب رئيسي أني ألجأ للطبيب وأتأكد من وضع قلبي وإذا عندي أي مشكلة أو اعتلالات، لأن الكشف عنها مبكرا مآلاته رائعة جدا ونتائجه رائعة جدا، والكشف عنها متأخرا لا سمح الله قد يكون صار في ضرر دائم مصاحب لعضلة القلب. أرح الله قلوب الناس وأبعد عنهم كل هم وغم وحزن. كل شكر لحضورك معنا الدكتور إسلام أبو سيدو استشاري أمراض القلب والشرايين وزميل الجمعية الأمريكية لأمراض القلب على هاي الإضاءة الهامة في سبل التعرف على آلام القلب وعلاقتها بالأمراض. شكراً لحضرتكم، شكراً للاستضافة، يعطيكم العافية.